السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو هذا آخر إحصائيات كوفيد 19 الخاصة بالمملكة المغربية ليومه 5 غشت 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء 28500 حالة، أي بزيادة 1283 حالة في 24 ساعة الماضية. المتعافون منذ بداية الوباء 19994 حالة، أي بزيادة 365 حالة في 24 ساعة بنسبة 70.15%. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 1,333,050 حالة، أي بزيادة 21278 حالة في 24 ساعة الماضية. للأسف تزاد 18 حالة ديال الوفاة في 24 ساعة الماضية، أي بنسبة 1.53%. الحالات اللي تتلقى العلاج منذ ظهور الوباء 8071 حالة، أي بزيادة 900 حالة في 24 ساعة الماضية بنسبة 28.32%. بالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات، يعني الحالات اللي تزاد في 24 ساعة الماضية، جهة طنجة تطوان الحسيمة تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 322 حالة، جهة مراكش أسفي تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 296 حالة، جهة الدار البيضاء سطات تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 249 حالة، جهة فاس مكناس تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 201 حالة، جهة الرباط سلا القنيطرة تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 136 حالة، جهة العيون الساقية الحمراء تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 26 حالة، جهة بني ملال خنيفرة تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 22 حالة، جهة الشرق تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 13 حالة، جهة درعة تفيلات تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 10 حالات، جهة سوس ماسة تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 5 حالات، جهة الدخلة وادي الذهب تزاد فيها في 24 ساعة الماضية 3 حالات، فيما جهة قليميم واد النون الحمد لله لم تسجل فيها أي حالة في 24 ساعة الماضية. الله يشفي الجميع وينجي الباقي إن شاء الله.